حفله فزنا بكاس العرش الغاليه وجبنا معنا مدينه اكادير وتلاقينا الاصدقاء كاملين هنايا وكنشكرهم على هذه الحفاوات الاستقبال والترحيب كبروا بينا الله يعطيهم الخير. الحمد لله دازت الاجواء جميله، لعبنا الاقصائيات هنا في مدينه اكادير الشهر الفايت وتصدرنا لمجموعه الجنوب بشباك نظيفه وواجهنا جمعيه ابناء فاس في الدور النهائي اللي كانت مقامه بمدينه الرباط في اكدال. كانت مباراه صعبه لعبنا فيها الكره، الحمد لله قدرنا نتفوقوا في هذه المباراه. جات توقيع ديال الهدف ديالي في الشوط الاول والحمد لله حافظنا على النتيجه حتى نهايه المباراه. وكنشكروا جميع الحضور اللي كاين هنايا وكنتمنى يكون واحد التشجيع كبير لهذه الرياضه كرة القدم من بطوري الأطراف، يكون عندها واحد الإشاعة كبير ونتمنى يعطوها واحد الدعم حتى هو. لحقاش حنا فاش كنكونوا هنا ما كنلقاوش ملاعب فين تريني وما كنلقاوش بزاف الحوايج. المهم كنتمنى تكون واحد الالتفاتة لهاد الفئة هادي. وكما كتعرفوا المنتخب المغربي اللي شارك في تركيا في مونديال 2022 اللي كيحتل فيه المرتبة الخامسة، كاينين اللاعبين هنايا في البلاد اللي عندهم في رجليهم، عندهم ما يعطيو وعندهم طاقات، كيتسناو واحد شويه ديال الدعم واحد شويه ديال المساندة حتى هما باش يوصلوا للمبتغى تاعهم. وكما كنقولوا الانسان اللي اجتهد وعنده واحد الطموح كبير واحد العزيمه كبيره غادي يوصل ان شاء الله للمبتغى تاعهم. هذا الحمد لله توجنا بكاس العرش هذا العام ديال 2021 2022. كنهديو هذا الكاس العرش لمدينه اكادير وان شاء الله نخدموا ونجيبوا بطوله ان شاء الله. وبالنسبه لهذه المقابله دازت صعيبه حيتاش فريق ابناء فاس تا هما خاصم اللي مزيانين وكيقصروا مزيان. الحمد لله لعبنا كان الماتش قاسح وربحنا بواحد الزيرو وبقينا معاهم حتى كتسر الماتش والحمد لله. الحمد لله خدمنا بالنسبه للانطريما وكنا كنترينيو مزيان وخدمنا حتى يعني ما جاش هكا خدمنا مزيان. وبالنسبه للمسؤولين خاصهم يديروا شي التفاته المسؤولين ديال اكادير يشوفونا بلي راه كنتقاتلوا واخا من والو يعني كنتقاتلوا باش نمثلوا اكادير احسن تمثيل. حسينا بفرحه حيتاش الاستقبال كان زوين الحمد لله وكنشكركم على الاستقبال، كنشكروا الناس اللي استقبلونا حتى هما والحمد لله نحاولوا نخدموا باش نجيبوا البطوله ان شاء الله وشكرا. اليوم كنعيشوا واحد اللحظه تاريخيه في المدينه للحصول الجمعيه ديال اسود اكادير على كأس العرش بالمغرب للموسم الرياضي 2021-2022. ما حقيقة هذا الشيء اللي وقع لنا باقي ما تيقناش، ولكن بعد الاستقبال اللي داروا لنا الناس ديال أكادير ما يمكن لنا إلا نشكروهم ونقول لهم بأن راه حنا خاصنا شوية ديال الدعم المعنوي وعاد الدعم المادي ونقدروا نحققوا شي حوايج اللي ما يمكنش نحققوها لا رياضيا لا ثقافيا بجميع المستويات. الجهة كتظهر بأبطال وعلى رأسهم كتشوفوا المنتخب، الناس اللي في المنتخب كتشوفهم كلهم ولاد الهاميش. هذا لا يعني أن ولاد الهاميش بوحدهم اللي كيلعبوا، كنقولوا بأن الإنسان خصو شويه ديال العناية والنتائج بحال هكذا كنحصلوا عليهم. وبالمناسبة كنشكروا الناس اللي حاضرين دابا معنا وواكبوا على الاستقبال وكنشكروا جميع الناس اللي تعاونوا معنا طيلة الموسم اللي فات وهذا الموسم. ولعلمكم اننا مكلاسين 30 في المغرب على الموسم اللي فات والحمد لله دابا كنحققوا نتيجه ايجابيه مع الفوز بكاس العرش وكنتمنوا ان شاء الله نزيدوا والمزيد ان شاء الله لقدام. اليوم يعني يوم كبير جدا لانه كنحتفلوا بشباب اللي طلعوا الرايه ديال اكادير، طلعوا العالم ديال اكادير، طلعوا خداو الكاس ديال العرش. للاسف امكانيات بسيطه وقليله هما جاو. كنشكر سي الحاج طه فوتسال اللي عطوهم الامكانيات واحد المجموعه ديال الاخوه اللي عاونوهم. كنطالبوا من السيد الوالي رئيس الجهه رئيس الجماعه باش يشوفوا هاد الشباب هادو، خصهم التيران ديالهم باش يترينيو، خصهم مركز فين يتعلموا فين يجلسوا فين يسكنوا.
الله يخليكم خصهم منحة ديالهم، ما يمكنش حنا نبقاو نتوسلوا. تطلب السي هشام سنهاجي كيدور على عباد الله، عطيني 50 درهم عطيني 100 درهم باش يوصلوا من هذا البطولة. الحمد لله كاس العرش أكاديرية. الناس اللي سهروا على تنظيم هذا الشكل هذا، والناس اللي جاوا شرفونا، نصفقوا على الجميع. نتوما ولادي الله يسمعنا معكم.